وفي الإطار ذاته أقلعت طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية وهي أولى طائرات الجسر الجوي محملة ب 25 طنا من الأدوية وأسطوانة الأكسجين ومواد طبية نحو الهند، وذلك لدعمها في مواجهة الوضع الصحي الحرج بسبب تفشي جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا الجسر الجوي من خلال الدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية والبعثة الخارجية الدبلوماسية بسفارة دولة الكويت في الهند، وبالتعاون مع وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجهات الحكومية والصليب الأحمر الهندي. في إطار دعم الأصدقاء في الهند جراء تفاقم الوضع الصحي من جائحة كوفيد-19، أقلعت طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية وعلى متنها 25 طنا من الأدوية والمعدات الطبية وسلندرات غاز الأكسجين وبإشراف من جمعية الهلال الأحمر الكويتي. اليوم استجابة لإغاثة نداء الصليب الأحمر الهندي، تمت الموافقة على جسر جوي إن شاء الله. اليوم أول طائرات الجسر الجوي محملة ب السلندرات الأكسجين وأيضا الأدوية وكذلك المعقمات والكمامات وأيضا كذلك بوابات للتعقيم وكل ما يستلزم والطلبات اللي طلبها الصليب الأحمر الهندي، تمت الاستجابة لهم بحيث أن هناك الوضع سيء والكل يعرف الوضع الحاصل في الهند، وطبعا بالتعاون مع اخواننا في سفارتنا في الهند، وايضا نشكر وزارة الخارجية الكويتية للأمانة اللي سهلوا لنا كل الاجراءات، وايضا وزارة الدفاع وايضا اخواننا في القاعدة الجوية وكذلك اخواننا في وزارة الإعلام على هذه التغطية، وان شاء الله مستمرين في هذه المساعدة لاخواننا في الهند. ونعرف احنا العلاقات التاريخيه وطويله مع اصدقائنا واخواننا في الهند، وهي الحقيقه يعني مساعدات وهي مساهمات الحقيقه واهداء من الشعب الكويتي الى الشعب الهندي الصديق. الطائرة تعد أولى طائرات الجسر الجوي لمساعدة الأصدقاء في الهند، والذي جاء من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والبعثة الخارجية الدبلوماسية في سفارة دولة الكويت بالهند والصليب الأحمر الهندي. بناء على تعليمات مجلس الوزراء وأوامر من سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر علي، تقوم القوة الجوية الكويتية اليوم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية ومع وزارة الخارجية بإرسال حمولة إلى جمهورية الهند الصديقة، وتكون هذه الحمولة من معدات طبية تحتوي على أجهزة التنفس والأدوية والأكسجين. وتأكيدا على أن الكويت مركزا للعمل الإنساني، سوف تستمر طائرات الجسر الجوي بين الكويت والهند خلال الأيام المقبلة لنقل إهداءات الشعب الكويتي إلى الأصدقاء في الهند. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.